تراجع كبير لشعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيس النظام التركي رجب أردوغان في أي انتخابات مقبلة، كشفت عنه أحدث استطلاعات للرأي في تركيا. مؤسسة بيار للأبحاث نشرت نتائج استطلاع أجرته في شهر يونيو حزيران الجاري بمشاركة قرابة 2500 مشارك في 26 ولاية، أظهر أن التأييد لحزب العدالة والتنمية انخفض بنسبة 4%. النتائج أظهرت حصول تحالف الأمة على نسبة تفوق 40%، يليه تحالف الشعب بنسبة 38%، فيما ارتفعت نسبة التأييد لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض حيث حصل على نسبة 11.2% من أصوات المشاركين في الاستطلاع. استطلاع آخر أجرته شركة يوناليم التركية أظهرت نتائجه أن نسبة الشباب الذين يرفضون التصويت لأردوغان وصلت إلى 57.5%، حيث أظهر الاستطلاع الذي استهدف فئة الشباب أن 51% سيصوتون لصالح مرشح المعارضة ضد أردوغان وحزبه الحاكم. الاستطلاع كشف أيضاً عن رغبة كبيرة لدى الشباب بالعودة إلى نظام الحكم البرلماني بدلاً من النظام الرئاسي الذي كرس استبداد أردوغان بالسلطة منذ العام 2018.